تكون عندكم خدمة كاين عندك بزاف لا دوكا كاين نوع لا يخدموا به بزاف. هذه العلبة الصغيرة التي لا يتجاوز سعرها 60,000 دينار جزائري أصبحت ترافق الفنانين في مختلف حفلاتهم وسهراتهم، بل عوضت حتى صوتهم الآدمي لوتوتون أو الروبوتيك كما يعرفها الجزائريون. هي دوكا الفنانين لا يستعملوها باسكو علاش تسهل لهم في الغناء باش كيغني ولا كيما حنا نقولوا ما يغنيش فورسي. الوقت اللي رانا فيه نقدر نقول لك بالك 80% ولا يستعملوه روبوتيك. لا ديفينيسيون تاعها سي ان كوريكتور دو فوا، يصلح لي فوا فوس كي واحد يفوي ديطوني ولا يدير فوس نوت كي يغني ولا باسكو سي هومان. دير انت هذاك الفوكودر في هذيك النقطه هذيك وين دير لا فوس نوت داك الباساج. تغير النمط الغنائي خاصة في موسيقى الراي، فبعد السانتي الذي ألغى الآلات الأخرى ظهرت علبة لوتوتون لتصحيح الصوت. الآلات اللي نخدمه بالكورغ، أنا نخدمه بالرولون بالياماها، صاديبون كل خطرة نشوفوا حاجة جديدة نجيبوها نسيوها نخدمه بها ورادي يتناسب الراي تاعنا. رامي يبغوا داك الصون الرباب، رامي يبغوا لي براز، رامي يبغوا جدد. جيناليزون تبدلت دروكك تعرف الجيل تاعنا. استعمال هاته الآلة بشكل مفرط قد يجعل من صوت الإنسان شبيها بصوت الآلة لحد كبير. هو لوتوتيون يستخدموا مثلا 2 ولا 3% غير باش يعطيو رونق للصوت، هذاك كيعود 100% يولي صوت آلة، تولي شغل ان روبو كي شونت. ما تفرزها التطورات الأخيرة في المجال الموسيقي يجعل فن الغناء سهلاً مقارنة بالماضي.